يخليك. اكتر القطاعات والمناطق اللي شغال البنك فيها في تمويل المشروعات الصغيره وندخل بقى المتوسطه معاها. تمام. اكبر هفرق بس الاول في الحته بتاعه التوزيع الجغرافي بالنسبه للصغيره المتوسطه، لان هم فارقين شويه عن بعض. توزيع المحفظه في القطاعات يمكن الاثنين مش فارقين عن بعض كتير. جغرافيا بالنسبه للصغيره احنا بنتكلم في حوالي تلت الدلتا واسكندريه، تلت القاهره، وتلت في الصعيد. فالمحفظه هنا متقسمه بالانس شويه عن المتناهي الصغر. المتناهي الصغر في الصعيد والدلتا طبعا اكتساح جامد جدا. طب واخبار غرب مصر ايه؟ لا بحسبها حسب الشمال، بحسبها كدلتا. بحسبها كدلتا قناه الاسكندريه، يعني بحسبها المنطقه الشماليه، بلوك شمالي، وبعدين القاهره على اساس طبعا التركز بتاع التجاره، القاهره والجيزه او القاهره الكبرى وصعيد مصر. المحفظه متوزعه حوالي تلت وتلت وتلت، ده بالنسبه للصغيره. التركز بالنسبه للمتوسطه طبعا اعلى شويه في القاهره واسكندريه، بنتكلم في حوالي تلتين تركز القاهره واسكندريه، والتلت الباقي ما بين الدلتا والصعيد في الصناعات المتوسطه. طبعا في مجهودات جامده جدا حاصله دلوقتي من هيئه التنميه الصناعيه في ان احنا نبتدي نشغل مناطق صناعيه زي بدر، زي السادات، زي الروبيكي، مناطق خارج القاهره، دمياط الجديد، دمياط الاساس، مظبوط، تنميه اقليم قناه السويس. قناه السويس بقى في حوالي 22 او 23 منطقه اعتقد الهيئه شغاله فيهم، واحنا الحمد لله شغالين دلوقتي. احنا عندنا يمكن مبدا شغالين في البنك جامد جدا ان احنا دايما واقفين في ظهر استراتيجيه البلد او استراتيجيه الحكومه. استراتيجيه 2030 احنا واقفين باك تو باك مع، او واقفين في ظهر الاستراتيجيه لتحقيقها. احنا القطاع التمويل للبلد، القطاع المصرفي في البلد. فلما النهارده نيجي نعلن عن ال 22 23 منطقه، اول منطقتين اشتغلنا فيهم مع التنميه الصناعيه كانت بدر ومدينه السادات، والحمد لله احنا طلعنا لغايه دلوقتي حوالي 60 او 70 مليون جنيه تمويلات لمصانع. والكويس في القصه ديت ان هي دي مصانع تمويلها ب 5%، وفتره السداد بتوصل لحوالي 10 سنين متضمنه سنه سماح. فده معناها ان انا النهارده اروح امول الوحده، وبعدين امول الات والمعدات وراس المال العامل،